السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الأحباب الكرام، من بين الأسئلة التي يطرحها الكثير من المستمعين والمستمعات بخصوص رمضان، كون بعض الأمهات والآباء المسنين يصومون في رمضان رغم أنهم يعانون من أمراض مزمنة، وهذا قد يشكل عليهم مضاعفات، فما حكم الشرع في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام دين اليسر، وقال ربنا سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمسنين سواء كانوا رجال أو نساء، المرأة العجوز والرجل الشيخ، إذا كان كبير السن وكان يعاني من صعوبة كبيرة في الصيام، ربنا سبحانه وتعالى أباح له الإفطار، وقد قال جل جلاله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين. ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه قال: هؤلاء يطيقونه بمشقة زائدة، يطيق الصيام لكن بمشقة زائدة، وهذه المشقة قد يترتب عليها مضاعفات صحية، فآباؤنا وأمهاتنا قد يمرضون ونضطر فيما بعد أننا نعرضهم للعلاج والمكوث في المستشفيات. لهذا ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأن يفطروا من باب التيسير وأن يخرجوا الفدية، ومن ثم يملأ وقتهم في رمضان بالأعمال الصالحة وما أكثرها. المسنين آباؤنا وأمهاتنا شفاهم الله تعالى يملؤون أوقاتهم بالذكر، فربنا أمرنا بالذكر: اذكروا الله ذكرا كثيرا، تسبيح، تكبير، تهليل، صلاة على النبي، استماع للقرآن أو قراءة القرآن حسب القدرة. يعني ممكن للمسن الغير الصائم أن يملأ وقته بالعبادة، فالغاية هي أن يبقى قلوب المؤمنين متصلة بربهم، فيمكن أن يملأ وقته كله بالعبادة، بالأذكار والاستماع للقرآن والمذاكرة والاستماع للدروس الدينية، كله فائدة. وفيما يصح إن شاء الله تعالى، قد لا يصح، لأن في الغالب أن المسن لا يعود إلى الشباب، لا يعود في صحة كما كان من زمان، طبعا هذا من سنن الله في الكون، فماذا عليه أن يفعل؟ يملأ وقته بالذكر، وفيما بعد إن شاء الله تعالى يخرج الفدية وربنا يتقبل من الجميع. اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.